واحد بيقول انا بحب انسانة من المنيا وهي بتحبني وشرطها الوحيد اني ابطل التدخين وانا مش عارف ابطل التدخين. ان كنت بتحبها اكتر من التدخين هتبطل التدخين، بتحب التدخين اكتر منها مش هتبطل، كما ان لها حق في انك تبطل التدخين. اولا التدخين مضر بصحتك ومضر باللي حواليك. تصور انت بتنفخ دخان اسوأ من الدخان اللي انت بتتناوله في التدخين. ولذلك منعوا التدخين في اماكن كثيرة دلوقتي، كتير جدا من الطيارات يمنعوا فيها التدخين. كمان ده هيبقى وشك في وشها وانت بتدخن ريحة بقك لا تقبل، ما تزعجش يعني. فحاول انك تبطله ان ما كانش من اجل صحتك، من اجل محبتك ليها، وان ما كانش من اجل محبتك ليها على الاقل من اجل صحتك وصحة الناس اللي حواليك، اللي حواليك سواء في البيت او بره البيت. تصوروا من هذا السؤال يوريكوا ازاي ان الانسان اللي بيقع في التدخين بيبقى يقع في عادة مسيطرة عليه مش عارف يخرج منها. مرة واحد من الناس الكبار قال لي انا بطلت التدخين، قلت له مبروك، بس اوعى تعمل زي الشخص اللي قال لزميله، قال له التدخين ده سهل جدا تبطيله، انا بطلته 10 مرات قبل كده.